يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول أسألك بوجه الله أن تعفو عن فلان، فهل في هذا شيء؟ هذا ورد في بوب له الشيخ في كتاب التوحيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا يكون فيه استهانة بالله أن تسأل بوجهه شيئا حقيرا أو شيئا. الله عظيم جل وعلا ووجهه عظيم، لا يسأل به إلا العظيم وهو الجنة. نعم.